ببيناتنا اليوم معي أشخاص عم بيحاربوا ضد السرطان، رح يخبرونا عن هالمعركة بالذات بالتشيلدرنز كانسر سنتر. خليني أتعرف عليهم أنا وياكم مشاهدينا. صباح الخير السيدة ميرفت نزال مع الآنسة منى نزال. بونجور. السيدة جيتا أبو نادر مع الآنسة تيا أبو نادر. صباح الخير. اثنيناتهم عمرهم 10 سنين واثنيناتهم تقريبا عندهم ذات الحاله اللي هي سرطان الدم لوسيميا لوكيميا. ميرفت، ما كنتوا عايشين بلبنان؟ جيتي على لبنان زياره واكتشفتي مرض منى. شو صار؟ صار جينا زياره وبال 2009 27/12/2009 كانت عملت لها، صار وجهها اصفر، اجريها يوجعوها، عندها صار بقعة زرقاء على ظهرها. أخذتها عن دكتور، طلب فحص دم وعرفنا أنه من خلاله أنه هي عندها لوكيميا. نعم، سرطان بالدم. نعم، وبلش العلاج. بلش العلاج من وقتها. ولكن منى صحت. منى صحت على فترة شهرين. شهرين بشباط 2013 ورجعت عملت ريلابس، روجعت. رجعت عملت رشوت، رح نحكي عنها ورح نحكي عن كيف عم ترجعوا تكملوا العلاج. ايه. لأنه يمكن الرشوت هي يعني رشوت جسدية وطبية، ولكن كمان رشوت معنوية خصوصي للأهل. ايه. يعني سيدة جيتا صباح الخير. قلتي لي انه تيا صارت على اخر العلاج وعم تشفى تقريبا كليا اكيد باذن الله. شو صار بالاول معكم من اي سنه؟ نحن كمان بال 2011 تيا بجمعتين صارت تعمل حراره واطيه مش حراره عاليه. وبعد الظهر، بعد الظهر وعشيه، كل يوم بعد الظهر وعشيه تبعناها. كيف مع لاحظتي؟ لاحظت اول نهار تبرد، تعمل حراره، ناخذ لها حرارتها. لعيب بالاول مش دغري بنحكي البيدياتر مثل العاده. قد ايه يعني حراره واطيه جيتا؟ اقل من يعني بين 9-8.5، ما وصلت ل 9.5 يعني. لان طارت لحكيت البيدياتر والبيدياتر كان ثاقبت مسافر، قال لي طولي بالك علي يعني. اخذت الشغله اقل من جمعه. نعم. بلشنا انتيبيوتيك، رجع على الانتيبيوتيك، ما كان في جمعتين قلنا بنفوتها اوبيتال لحتى نعمل لها عملنا لها اول فحص دم، بين في شيء عالي، قلنا طولوا بالكم رح اعلي الانتيبيوتيك لثلاث ايام. وهذا الشيء يمكن بيضر يعني بخبي يمكن او لا؟ لا لا لا، رجعنا فتنا اوبيتال على اساس انه ناخذ الانتيبيوتيك بالعرق انه هيك اهون، وعرفنا وعرفنا نعم انه ودغري رحتوا على الكانسر سنتر. هو البيدياتر هو اللي اصر انه لكم، ما كنا بنعرف شيء طبعا يعني، اصر انه لكم سان جود وما تروحوا الا على سان جود وثانكس فور هيم يعني. نعم. تيا في فترة بقيت فيها وقت طويل بالمستشفى ما هيك؟ نعم. قد ايه كان الوقت؟ قرب الميكرو. شهر. شهر كامل بالمستشفى. لشو اشتقتي اكثر شيء؟ اكيد ارتحتي من المدرسه. كان بعد ما بلشت. كنتوا بالصيف؟ اوكي. اشتقت للظهره انه جيتا بليز هدي لها الميكرو منيح اذا بتريدي. نعم. اشتقت للظهره لانه ما كنا مزروبين تحس انه بدك تظهري داخلك يعني. اشتقتي لاخواتك او كانوا عم يجوا لعندك؟ كانوا عم بيجوا. كانوا عم يجوا لعندك. يعني ما تغير عليك كثير اشياء؟ بعدين انا بعرف انه بالمركز تتسلوا كثير. كثير بنتسلى. عن جد؟ شو بتعملوا؟ هلا في ايام بيجوا لعنا مشاهير، بنلعب، بنعمل بريكولاج. في كمان اساتذه تعلمنا، وفي اساتذه تعلمنا ميوزيك كمان. اوكي. ومين المشاهير يلي اجوا لعندكم؟ في كثير. انا بعرف انه مؤخرا من يومين اجى لعندكم حدا من الام تي في دانسينج وذ ستارز. منى شو رح تعملوا بعد يومين؟ لوين رايحين؟ بكره رايحين على دانسينج وذ ستارز. رايحين تحضروا دانسينج وذ ستارز؟ انتم مبسوطين انه رايحين تحضروا دانسينج وذ ستارز؟ كثير مبسوطين. منى انت بتحبي النيرس كثير، انا خبروني. ايه. ليه بتحبي؟ قربي للميكرو بليز ميرفت. كثير بحب الناس تعيتي. شو اسمها؟ إيه رندا. بوجه لك تحية. إيه؟ ولأنها كثير مهضومة.
وبحبها كتير. شو بتحبي كمان بالسنتر منى؟ كل شيء بحبه. عندهم كتير اكتيفيتيز, عندهم مثل ما قالت اساتذة, وعندهم بيجي مشاهير وكتير بنعمل اكتيفيتيز. انتو شايفين البوندو تبع منى والكولون تبع تيا شو حلوين؟ هني بنت مزنتر. ميرفت, شو اللي ضايقك بالموضوع وشو اللي قدرتي تتخطيه بالكانسر سنتر؟ انه يعني هي الحياة كلها بتتغير. نعم. ما في شك انه في شيء مزعج بالموضوع. طبعا كل يوم يعني كل يوم بيكون هلا بالسنتر عم يساعدونا كثير, بيساعدوا الاولاد, بيساعدونا بيعلمون, يعني ما بتوقف الحياة انه هون مرضوا وخلص قعدوا بالبيت. نعم. او يعني ما زووهم كأولاد, لا خلوهم ينبسطوا, يعملوا كتير أكتيف, يعني بيعملوا شيء اللي بيحبوه. نعم. بيساعدون إنه إذا بيحبوا الميزيك بيتعلموا, إذا بيحبوا أي شيء بيحبوه فيهم يعملوه لو هن مرضى, ما بيكونوا إنه غير عن الأولاد الباقيين. بالعكس يمكن صاروا أحسن, بيشجعون كتير. هذا الشيء بيشجعنا نحن كأمات. نعم. إنه يعني طالما الولد مبسوط نحن أكيد حنكون مبسوطين ومرتاحين. نعم. يعني حتى لو هن بقيوا بالمستشفى بوقت طويل كتير بيكونوا عم يعملوا كتير إشياء, بيكونوا عم يتعلموا, بيكونوا مبسوطين. نعم. ونحن منا كمان هيك بنكون مبسوطين. عندك أخوة منى؟ عندي. شو عندك أخوة؟ أخت واحدة أصغر مني اسمها لينا. اسمها لينا. لينا معنا هون على فكرة. بونجور لينا. لولو. تيا شو عندك أخوة؟ عندي أختين أصغر مني. شو اسمهم؟ جوزي وأنايال. جوزي وأنايال, شو حلوين أسميهم. جيتا, هل بتحسي هالموضوع بيأثر على الصغار؟ يعني عم حس إنه قد ما الأولاد مبسوطين بالكانسر سنتر يمكن وكأنه أخواتهم شوي عم بينزعجوا منهم. صح. صح. من هالموضوع شو عم بيصير؟ صح. هلا أول شيء لأنه مجرد ما حدا من البيت, يعني مجرد واحد ساخن نتفة صغيرة بتصير تهتم فيه أكتر. نعم. كيف لا يكون أنه بده اهتمام أكتر وأكتر, يعني ويكون ساخن سخونته مش بتشغلي وبتقطع, يعني شغلة بدها وقت أكتر, متابعة أكتر. كيف قسمتي وقتك جيتا؟ يعني أنا وجوزي مقسمين. ايه انا وجوزي وكل اللي حوالينا كلنا تساعدنا, يعني ما حدا لاهل ولا قرايب. كمان اهلنا, اهل جوزي واهلي, يعني اللي اذا انا بدي اروح على شغلي جوزي يكون, اذا انا وياه مضطرين نكون. حضرتك بتشتغلي؟ ايه. نعم. وبعدك مكمله؟ وبعدني مكمله. اي ساعه بتخلصي شغلك بعد الظهر؟ اي ساعه بخلص شغلي؟ شغلي بخلصه يعني عريحتي. أه. كتير مساعديني كتير حتى بشغل. نعم. كتير مساعديني. نعم. لأنه يعني كنا عم نحكي عن غير أهل قبل من عبكرة, أنه في أوقات يمكن اجتماعياً مش كتير بيدعموا خصوصي بالشغل, يعني بقى أوقات بصير في تقصير أو بتضطر الأم تترك شغلها, ولكن ما صارت هالحالة معك. لا الحمد لله. لا الحمد لله. ويمكن هيدا بيدعم إنه أكيد إذا أنا أقدر أروح على شغلي أنا I can survive more, وبقدر يمكن إذا هيك بدي فش خلقي أكتر بقدر أرجع لعند بنتي مليانة هيك فرح أكتر. نعم. بعطيها ما بتضلك بجو السخونة, يمكن بتظهري شوي صغيرة لتقدر تشرجي وترجع. طبعا يعني وقد ما انا عم بشتغل كل ما احس حالي انه ايه لا انا بعدني مكفيه بحياتي. نعم. ومع اولادي ومع الكل. نعم. ميرفت, كنتوا عايشين برا بالمانيا؟ بالمانيا. ونقلت بيت ونقلت حياه كليا. نعم. مع زوجك والعائله كلها. ليه؟ كلنا انه هون اهلي حد دائما الاهل بيدعموا كمان بهيك حاله, ما فيك تضلك بحاجه لدعم نفسي كثير. نعم. ما هونيك بيكونوا حواليك بكل شيء وبيأمنوا لك كل شيء, بس ما بيأمنوا لك هيدا الدعم. نعم. يعني لما عملت, معلش رح نحكي شوي هيك اشياء, يعني ممكن. بس كرمال هيك الناس ياخذوا امل اكثر ويتعرفوا اكثر على السنتر ويعرفوا انه كل شيء ممكن تتخطوه. يعني لما عملت رشوت منى زعلت كثير. أكيد كانت الصدمة أقوى من أول مرة. نعم. يعني أول مرة بتكون كتير قوية, تاني مرة أنه يعني مثل واحد أنه أكل ضربتين على الرأس. نعم. عرفتي أنه كتير كانت تاني مرة أصعب من أول مرة لأنه بيخف الأمل
وخصوصا انه هي شفيت بس شهرين بس صار عندها لقوة اجيت من المدرسة كان عندها لقوة بتمها لوقت دقت للدكتور وعملوا لها الابره بظهرها عملت روجعت هلا دعموني بالمستشفى وقالوا لي انه لو عملت ريلابس بتقدر ترجع تصح و وعطوني امل كثير انه منيح بالنهايه الامل بربنا ان شاء الله اكيد بتقوم بالسلامه. تيا شو اللي زعجك اكثر شيء بكل شيء؟ هل كان في وجع بالعلاج؟ هلا كان في مقطع فيه وجع بس ما بعدين هونيك بيساعدوك ما هيك؟ ايه كثير بيساعدونا يعني الاكتيفيتيز بطل نحس انه في عنا وجع. اوكي بتنسوا الوجع يعني بتلتهوا دائما بشيء ثاني. خبرتيني شغله انا بدي اقولها انه انت ما انزعجتي ابدا لما هر شعرك وليك كيف رجع طلع واحلى من قبل يمكن كمان وجيتا ما كانت تحط باريك تيا؟ لا ليه؟ ما حطت باريك ما فرقت معها؟ ما فرقت معها حطت بني. كنت انبسط بالاشاربات اللي تحطون وفعلا يعني ما كان يمكن الجو العام هو الجو العام والكل يعني مهم يعني مهم يستوعب الكل الشخص يعني وهي مرتاحه مع حالها هيك يعني لا الفضل اكيد لكم وللسنتر ولا بصراحه يعني. هي الفضل لها معنا ونحن معها يعني انا مره قلت تيا هي عطيتنا دعم ونحن عطيناها دعم بس عن جد هي كانت حدا هيك كثير عطانا دعم نفسيتها وهذا على كل اللي حكينا بهالموضوع كمان من على بكره انه امرار الولد هو اللي بيراضي اهله يعني بجرب هو يطمن لهم بالهم مثل ما الاهل بجربوا يطمنوا البال يعني الولد هو كثير قوي نحن ما بنعرف قد ايه الولد قوي غير ما عن جد يكون في تجربه معينه بهالموضوع مش بس قوي ومهضومين كمان وحلوين وجهلانين كثير كثير. جيتا كيف كان التعامل مع اولادك الباقي؟ بصراحة حسيت انه أثرت هل تأثروا بالموضوع؟ ليك تأثروا مثلا بنتي الثانية منقول أنا وجوزي هي ملاك حارس كانت أوكي تزعل بس كانت على طول هي تصلي لنا صغيرة هي تصلي لتيا هي كيف ما يعني حسيت أناش جارديان كان بالبيت لكل العائلة الصغيرة أكثر شيء يمكن أثرنا عليها الصغيرة الأنج جارديان جوزي الصغيرة أثرنا عليها هي كانت بعدها طفلة يعني كان عمرها يمكن ما عمرها سنة تأثر عليها يعني ما في وقت كافي معهم للأولاد بس قد ما كان يعني الحمد لله الحمد لله كله بيقطع وكله أكيد بقوة الله راد. أنا بدي أقول لكم يعطيكم العافية وأكيد الأمل موجود خصوصا بالكانسر سنتر اللي عن جد عم بيكون الشفاء 80% من الأطفال وبدي أقول لكم سلامة قلبكم أنتم يا صغار انبسطوا كتير بدانسينج وذ ستارز أكيد أوكي لازم دايما يضووا أنه أنا مبسوطة أنه أنتم عم تضووا على هيك شيء لأنه نحن كانت عنا صدمة أنه نحن ما بنعرف شيء عن هيدا الموضوع عن مرض يلي هو الكانسر يعني لما بيكون في توعية بتريح الأهل أكثر بتريحوا الأهل هيك بتعطون أمل على التي في أنه في علاج لهيدا المرض وبتكونوا بذات الوقت عم تعرفوا أنه يعني عم تعرفوا أنه في هيدا المرض العالم في عم تساعدهم أنه يكون عندهم أمل أنه في علاج. أهلا وسهلا فيكم انبسطنا فيكم كتير وأكيد الناس استفادوا كتير من هالحديث أهلا فيكم مرسي. أنا بدي ذكر المشاهدين أنه فيهم يشتروا البطاقات ويتلفنوا ويفوتوا على الويب سايت وأسماس على كل شيء عم يقطع على الشاشة اليوم بليز اشتروا بطاقات كتير كرمال منى وتيا وكتير غيرهم نحن بريك ومنتابع.